رانيا أمان مسيرش أقرأ مسرح، أعمل ديكور دو تياتر، جرب بشوية بشوية معناها مشاركات، أما ما ترميش بروحك هكا. السين راي ما هيش سهلة، ما هيش تفديك السين. لكن جعفر القاسمي مسرحي ومتكون في المسرح، هو مخرج راس ورويس، حسب رأيك معناها قيمها التقييم تاعه غلط، ما شافش في رانيا إنها تنجح في المسرح؟ بيه رانيا وفيصل هكا فيصل قلت فيصل فيصل كمان فيصل استاذ المسرح هو وجعفر مانيش انا باش نعطي راي، يلزمني الرأي المسرحيه وبعد تنحكم.